أوضة النوم ب15,000 والأطفال ب8,000. دي بقت أسعار الموبيليا دلوقتي في المناصرة، يعني لو ناوي تتجوز وتشتري عفش بيتك انزل وجهز شقتك بسرعة قبل ما الأسعار تغلى تاني. لكن إيه تفاصيل الأسعار وليه الأسعار زادت الفترة الأخيرة، وإيه أكتر نوع عفش الناس بتشتريه دلوقتي، وحالة السوق أخبارها إيه؟ كل ده وأكتر هتعرفوا بس تابعنا في الفيديو ده. دلوقتي كل اللي داخل على الجواز مش بيشيل هم حاجة قد هم العفش اللي زاد الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، عشان كده الكل بيدور دلوقتي على الأماكن اللي بتبيع موبيليا بسعر مناسب وفي نفس الوقت تكون خامتها محترمة. طبعا بيكون الخيار الأول ليهم هو حي المناصرة في وسط البلد، لكن يا ترى الأسعار وصلت لكام؟ حسب صاحب محلات أساس بالمناصرة لصدى البلد، قال إن أسعار غرف الأطفال بتبدأ دلوقتي من 3000 جنيه خشب زان، وبتكون مكونة من دولاب واتنين سرير وكومودينو وبرواز. أما غرف النوم فأسعارها بتبدأ من 15,000 جنيه لحد 50,000 جنيه، وعموماً هي بتختلف باختلاف الخامات والتشطيب ومحتويات الأوضة. مثلاً الأوضة اللي بتبدأ من 30,000 جنيه بيكون فيها دولاب، تسريحة، سرير كبير واتنين كومود، ودولاب وشماعة ملابس. أما أسعار غرف السفرة فبتبدأ من 15,000 جنيه، بتكون مكونة من ترابيزة وست كراسي ونيش. أما واحد تاني من تجار الأساس بالمناصرة فقال إن أسعار الأساس ارتفعت الفترة الحالية، ودلوقتي أسعار الأنتريهات بقت بتبدأ من 7,000 جنيه لحد 10,000 جنيه للأنتري الشعبي، لكن الأنتريهات اللي بجودة عالية بتبدأ من 15,000 لحد 20,000 جنيه، وده بيكون مكون من 2 كنبة و2 كرسي. وقال إن بسبب الظروف الاقتصادية الزباين بقوا يشتروا الأساس الشعبي عشان يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية، وإن الأساس الشعبي بيتم تصنيعه من خشب درجة تانية أو تالتة، والقماش كتان عادي والإسفنج بيكون درجة تالتة. قال إن السوق كمان في الفترة الحالية في حالة ركود تام بسبب الأسعار إنها متغيرة في فترات متقاربة، وحسب واحد من أصحاب المحلات لموقع فيتو قال إن الأسعار دلوقتي بقت مرتفعة عكس السنة اللي فاتت بسبب ارتفاع قيمة الدولار قدام الجنيه، خصوصا إن بعض أنواع الأخشاب اللي بيستخدموها في صناعتهم بيتم استيرادها من الخارج لأنها نوعيات مش بتتزرع في مصر، زي خشب الأرو والجوز والمهوكني، ودول بنستوردهم من اليابان والفلبين، وده بنعمل منه الأساس المودرن والنيو كلاسيك، علشان كده أسعارهم غالية. قال إن في فرق كبير بالنسبة المبيعات دلوقتي والسنة اللي فاتت، لأن الإقبال ضعيف علشان الناس ظروفها مش مساعدة، فكله بقى بيتجه للمستعمل حتى في تجهيزات العرايس. لكن هو إيه بقى حي المناصرة ده وليه اتسمى بالاسم ده؟ شوف يا سيدي، حسب اليوم السابع، المناصرة دي تعتبر من أكبر أسواق القاهرة، ولكن تخصصه في الأخشاب بكل أنواعها وأشكالها. المنطقة دي ما فيهاش شارع، ما فيهوش محل موبيليا أو ورش للتصنيع والدهان، ويرجع سبب تسميته بالمناصرة نسبة للخليفة المنصور بالله والد المعز لدين الله الفاطمي. والغريب في المنطقة إنك لما تروح هناك بتلاقي إن مدخلها صغير جدا، عبارة عن حارة 3 متر عرض، عشان يكون بداية لأكبر أسواق الخشب في القاهرة اللي بيتقال عليه ساعات دمياط القاهرة، لأنه مجمع متكامل لكل فنون صناعة الموبيليا. دلوقتي بقى قولنا إيه رأيك في أسعار الخشب دلوقتي؟